الأساتذة. أواخ الناش أواخ الناش هذا ديال التلاوي التأهيلي في جهة صخيرة تمارة. هذه المسيرة هي مسيرة كرامة، مسيرة إعادة كرامة للأستاذ وللمدرسة العمومية. المدرسة العمومية تضيع والحكومة تقول نحن في حوار والأساتذة لا يريدون العودة إلى الأقسام. نحن نريد العودة بحوار يكون مدعما أو موثقا. أي وعود أعطتها الحكومة النقابات إحنا بحاجة لتوثيق، لأن لا طالما تم الحوار مع الحكومة والنقابات ولم يتم تنفيذ ما تم الوعد به. إذا نحن نطالب بتوثيق ما تم الحوار عنه، اللي هو سحب النظام الأساسي الذي يدعو إلى خصوصة التعليم، الذي يضع التعليم في المحك، الذي يجعل التعليم خارج إطار المدرسة العمومية. والمطلب الثاني والأساسي اللي هو زيادة في الأجور، زيادة معقولة، زيادة في الأجور، زيادة ترقى بمستوى أستاذ رجل التعليم. رجل التعليم هو من درس المحامي، رجل التعليم هو من درس أي واحد في الوظيفة العمومية، رجل التعليم هو من درس المهندس، رجل التعليم هو من درس الوزراء، هذه الطامة الكبرى، هو من درسكم يا إلهي، هو من درسكم يا عباد الله، يا 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 حكومة، من درسكم؟ من أوصلكم تلك المستويات التي أصبحتم تحاولون القضاء على هذا الرجل، على هذا الرجل اللي وصلك لذاك الكرسي، على هذا الرجل اللي خلاك تتكلم بذاك الطريقة وتخليه إنسان في المحك في هذا المجتمع. إلى ما تمش اهتمام، أنا كمواطنة ولست كأستاذة، أطالب بالاهتمام بقطاعين الحيويين اللي هما قطاع التعليم وقطاع الصحة. إذا تم الاهتمام بقطاعين الحيويين اللي هما الأم والأب لهذا الوطن، إذا تم الاهتمام بالقطاعين الطبيب وبالأستاذ فالوطن ديالنا غيمشي قدما. ولكن نحن نرى العكس، نرى أن هناك تحطيم لهذ القطاعين، تحطيم لهذ العنصرين الطبيب والأستاذ. إذا سؤال، لماذا؟ لماذا يتم تحطيم هؤلاء؟ لماذا؟ هل الحكومة ليست مواطنة؟ هل الحكومة ليست من أفراد الوطن؟ إذا هنا كنناشد الآباء والأمهات أنهم يفهموا أن الأستاذ باغي مصلحة الوطن، أن الأستاذ كيدافع على مصلحة الوطن، كيدافع على المدرسة العمومية، وكيدافع على أبناء المدرسة العمومية. ما يمكنش نرجعوا مدلولين، وليداتنا ما يقبلوش، ما يمكنش نرجعوا مدلولين، الآباء اللي عرفوا ما يقبلوش. بالتالي رجوعنا يجب أن يكون رهينا باستعادة الكرامة. نحن نريد كرامة الأستاذ، نريد كرامة المدرسة العمومية، نريد كرامة هذا البلد. هذا البلد ما غاتهز قيمته وكرامته حتى يهتم الاهتمام. أقول وأعيد، قطاع حيوي أساسي اللي هو التعليم، والقطاع الثاني اللي هو الصحة. تحية نضالية لجميع الآباء والأمهات، وأقول وأعيد وأقول وأعيد، لا مجال للتشكيك في مسيرات الأساتذة، لا مجال، لأننا هنا نناضل لأجل أن نمضي قدما بهذا الوطن، وليس العكس، وليس العكس. لمن يريد أن يجعل الآباء ضد الأساتذة؟ هذه هي الفتنة. لا نريد فتنة في هذا البلد، نحن نحب وطننا، نحب ملكنا، ولا نريد الفتنة، نريد المضي قدما، نريد أن نضع اليد في اليد، الصحة والتعليم والقطاعات الأخرى، لا نريد فتنة، نحن لا نريد فتنة في هذا البلد، بل نريد أن يمضي هذا البلد ويكون أحسن بلد في الأمة العربية. تحية. رميل عبد العلي، الموسيقي الإقليمي ديال مدينة مكناس، وعضو المجلس الوطني للأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي بالمغرب. المجيء ديالنا اليوم تنجسدوا هاد الوقفه الاحتجاجيه واللي غادي نحولوها الى مسيره وطنيه، مطالبين باربعه ديال النقط اللي هي اساسيه. النقطه الاولى اللي هي سحب النظام الاساسي. صحيح على ان الحكومه دابا حاليا غادا في اتجاه ديال تعديل مجموعه ديال النقط، ولكن اذا راينا على ان السحب ديال مجموعه ديال النقط والتعديل ديالها في صالح نساء ورجال التعليم لا نرى مانعا. النقطه الثانيه هو الرفع من الاجور بما لا يقل عن 3000 درهم، وهذه كنا واضحين فيها منذ بدايه هذه المعارك ديالنا لازيد من 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 من, من شهرين. اذا لازلنا ندافع بهذا المطلب. النقطه الثالثه استرجاع الامواب الملهوبه. حنا تنقولوا استرجاع الامواب الملهوبه لنساء ورجال التعليم جراء الاقتطاعات من جراء الاضراب اللي دار دابا حاليا، على اعتبار اننا تنعتقدوا على ان الاضراب هو حق دستوري ولا يمكن لأي أحد المساس به إلا أن يصدر القانون، وهادشي واضح في الدستور. النقطة الرابعة واللي تنأكدوا عليها بشكل كبير وهو تنفيذ الاتفاقات السابقة، الاتفاق ديال 26 أبريل 2011 التي تحث على إحداث درجة جديدة، وحنا دابا تقريبا 12 سنة ولا زال هذا الاتفاق لا زال لم ينفذ. هذا الحوار هذا اللي كاين حنا هو هي النقاط اللي هي تحطات دابا حاليا، غادي نتدارسوها في المجلس الوطني وناخذوا القرار المناسب.
وناخذوا القرار المناسب. نحن لسنا عدميين كما يقال عنا على اننا عدميين، لا ابدا، نحن نطالب بالحقوق. اذا راينا على ان هاد الاتفاقات يعني تدعو الى اتفاقات، لا نرى مانعا، ما عندنا حتى شي اشكال، وبالتالي غادي نرجعوا للمؤسسات، لان المكان الطبيعي ديالنا والمؤسسات التعليميه، المكان الطبيعي ديالنا واننا نكونوا مع نساء، مع ابناء الشعب المغربي، باش ندير لهم يعني نقوي ونعطيو الدعم التربوي نساء مع ابناء الشعب المغربي، باش نعوضوا هادشي اللي كان، وتاكدوا التاكد التام. هذه ماشي راي الاستاذ الرميله منسق ديال ثانوي تحلي بمكناس او عضو مجلس وطني، هذه في كل المؤسسات التعليميه، في كل المؤسسات التعليميه نساء ورجال التعليم واخدين على العاتق ديالهم، على انه حين يحلوا المشكل غادي يرجعوا كاملين باش يديروا الدعوه ديالهم، على اساس انهم مستعدين يخدموا ايام السبت وايام الاحد، وحتى ان اقتضى الحال ليلا، حتى ان اقتضى الحال ليلا باش يدعموا ابناء الشعب المغربي. وتحيه. السلام عليكم، معكم مراد امسري، عضو لجنه الاعلام والتواصل داخل التنسيقيه الموحده لهيئه التدريس واطر الدعم بالمغرب. تاتي هذه الوقفه الاحتجاجيه الممركزه بالرباط كرد فعل واستمرار لخطوات النضاليه التي تخوضها التنسيقيه الموحده لهيئه التدريس واطر الدعم بالمغرب، ردا او كرد فعل للمخططات التخريبيه للحكومه المحكومه بإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الهادفة التي تقضي أو التي تهدف إلى ضرب مجانية التعليم وبالتالي خصصته. كما تأتي هذه الوقفة المركزة كذلك رفضا لمخرجات الحوارات الماراثونية التسويفية الفارغة من المعنى التي تجريها الحكومة مع النقابات البيروقراطية التي تستخدم الشغيلة عوض أن تقوم ب مهامها المنوط بها، وأن تدافع عن الحقوق العادلة لنساء ورجال التعليم. نجد بأنها تقوم بدور إطفائي إقصائي بيروقراطي لرجال ونساء التعليم. كما تأتي كذلك هذه الوقفة الممركزة رفضا لسياسة الأذان الصماء والسير للأمام التي تنهجها وزارة القطاع، ورفضا للدعوات الشكلية والصورية للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، حيث لم نتلقى دعوة رسمية من الحكومة أو من الوفد الحكومي، بقدر ما أننا تلقيناها بشكل صوري بشكل شكلي، وتم الاستماع فقط لمطالب نساء ورجال التعليم المنخرطين تحت لواء التنسيقيه الموحده لهيئه التدريس واطر الدعم بالمغرب. لكن سرعان ما نكتشف بان ونتاسف على رفض الوزاره، وفد الوزاري وفد الحكومي، لاشراك التنسيقيه الموحده لهيئه التدريس واطر الدعم بالمغرب وباقي التنسيقيات، نتيجه الضغط الذي تمارسه النقابات البيروقراطيه على الحكومه، حيث رفضت ان تشارك هذه التنسيقيات في الحوار. لكن نقول لهم ونقول للرأي العام بأننا لم ننسحب من الحوار، بأننا لم نرفض الحوار، بقدر ما كذلك نقول بأن أي حوار بأي مخرجات لأي حوار مهما كان خارج إشراك تنسيقيات الميدانية، خارج إشراك تنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، فلا يعني الشغيلة التعليمية. وخير دليل على ذلك هو توافد جماهير الأستاذية الأساتذة والأستاذات عبر ربوع هذا الوطن الجريح، وتواجدهم وارتكازهم هذا اليوم أمام البرلمان، ما هو إلا تعبير على لا مشروعية ولا مصداقية الحوارات الماراثونية التي تجريها الحكومة مع النقابات البيروقراطية الغير قانوني، ليس سوى سرقة موصوفة، ليس سوى سرقة من أجور المغلوب على أمرهم بإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما أننا ندين بشدة المحاكمات السورية التي يتعرض لها زملاؤنا الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد والتوقيفات لأجور الأساتذة، ومن بينهم أستاذ علي حلو وأستاذتان بمديرية سلا،
والاستفسارات والتهديدات بالعزل شفويا من قبل بعض مديري المؤسسات. لهذا نقول لهم بأن هذه التهديدات بأن هذه التخويفات لا تزيدنا سوى إصرارا، لا تزيدنا سوى تشبتا بمطالبنا العادلة والمشروعة، وبالتالي فليتحمل كل مسؤوليته من موقعه، ونحمل كامل المسؤولية للحكومة وللخرجات الإعلامية لرئيس الحكومة المسؤول عن هضر زمن التعلمات والمسؤول عن تواجد أساتذة وأستاذات في هذا المكان أمام البرلمان عوض أن يتواجدوا في مكانهم الطبيعي ألا وهو الأقسام. السلام عليكم ورحمة الله، تحية نضالية لكل الجماهير الأستاذية، تحية نضالية للأساتذة والأستاذات والأطر العاملة في قطاع التعليم والتي جاءت في هذه المحطة لتعبر عن رفضها لسياسة التماطل وسياسة التسويف وسياسة التمطيط التي تعتمدها الوزارة في إخراج نظام أساسي محفز. ونقول للجميع أننا لازلنا على درب النضال إلى أن يتم تحقيق المطالب المشروعة للشغلة التعليمية. السلام عليكم لكل هذه الجماهير الأستاذية، السلام عليكم أيها المواطنون، السلام عليكم أيها التلاميذ، السلام عليكم أيها الآباء. نحن نحتج لأجل المدرسة العمومية، لا نحتج لأجل مطالب فقط تعنينا كأساتذة وكأطر، وإنما من أجل المدرسة العمومية ومن أجل إصلاح يصب في مصلحة التلميذ أولا وآخرا. وفي هذا الإطار أساتذة كما ترون أساتذة يحتجون، ولكن لا يحتجون من أجل احتجاج، وإنما ضدا في السياسة التماطلية والتسويفية والحكومية التي لا زالت تمطط وتهدر الزمن المدرسي. الزمن المدرسي مسؤول عليه الحكومة والوزارة وليس الأساتذة. لنا في التاريخ ما مر في أثناء الوباء وفي أثناء جائحة كورونا، ولنا في كل ما مضى من تجارب إصلاحية لم تعطي أكلها ولم تعطي الأجوبة التي كانت تنتظرها الشغلة التعليمية والتي كانت تنتظرها المدرسة. نقول للجميع لسنا في إطار الاحتجاج من أجل الاحتجاج، ومن يخون الأساتذة فهو أول من يعنى بالخيانة، لأن نحن من ندرس التلاميذ قيم المواطنة، ونحن من ندرسهم قيم الأخلاقية والمبادئ المجتمعية التي ينبني عليها المجتمع، فلا مجال إلى هذا السياق. أساتذة زنزانة 10 خريجي السلم 9 الذين ينتظرون الإنصاف وينتظرون جبر الضرر منذ أكثر من 4 سنوات، آن الأوان أن يتم إنصافهم وجبر ضررهم بترقيتهم بترقية استثنائية مع جبر الضرر الإداري والمادي، ولنتوانى في الدفاع عن حقوقنا إلى أن يتم إنصافنا. تحية نضالية لكل الجماهير الأستاذية، تحية نضالية لكل المواطنات والمواطنين، وتحية نضالية لكل التلاميذ. بركاته باسم التنسيق الميداني الذي يتكون من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وتنسيقية الثانوي التأهيلي. نظمنا اليوم هذه الناس هذه المسيرة الاحتجاجية أولا على مخرجات الحوار الدائر بين النقابات التعليمية والحكومة المغربية إذا نحن اليوم كنعبروا على الغضب ديالنا العارم من هذه المخرجات التي لا تستجيب لأدنى مطالبنا. أولا لأن المطلبنا الأساسي الأول الذي قمنا الذي من أجل خرجنا يوم 5 أكتوبر واستمرنا في الخروج عدة مرات، المطلب الأساسي هو سحب النظام الأساسي وليس تعديل النظام الأساسي. إذن كل ما قامت به هذه اللجنة المتكونة من 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 الرباعي النقابي والحكومة ما هو إلا شرح لمضامين النظام الأساسي المجحف الذي قمنا بالاحتجاج ضده، والذي قلنا سالفا بأنه خارج الوظيفة العمومية. إذن احنا مطلبنا واضح، المطلب الاول كما قلنا سلفا هو صاحب النظام الاساسي، ثم استدعاء تنسيقية المناضلة للحوار من اجل صياغة مطلب جيد، ثم زيادة محترمة في اجور هيئة التدريس. احنا كنخرجوا من اجل الاحتجاج والزيادة في الاجور كتمشي جهات اخرى. اذا احنا زيادة محترمة في الاجور، ثم ادماج المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، ثم حل الملفات التعليمية. ولهذا فنحن نقول إذا لم تستجب الوزارة ثم الحكومة لمطالبنا فإننا مستمرون في الإضراب، مستمرون في الاحتجاج، وسنقوم الأسبوع المقبل إن شاء الله بأشكال تصعيدية غير مسبوقة إلى حين تحقيق مطالبنا إن شاء الله. اليوم نخرج
في مسيرة أخرى على مستوى مدينة الرباط. الشغيلة التعليمية تجدد رفضها للنظام المآسي، تجدد رفضها كذلك السياسات التعليمية التي بات بالملموس أنها سياسات تراجعية، سياسة تقشفية في مجال التعليم. للأسف اليوم بات بالملموس أن هناك نوع من العمى السياسي في الوقت الذي تحتج فيه الشغيلة التعليمية. الحكومة تجلس مع نقابات هي التي كانت سببا وراء هذه الأزمة منذ البداية، منذ اتفاق 14 يناير، وكانت وراء إخراج نظام المآسي في الوقت الذي توسمنا فيه خيرا من خلال استدعاء نقابة ليفينو مجموعة من تنسيقيات الحوار. بات واضحا بالنسبه لنا أن كانت المسألة تتعلق بمناورة، كما تقول المثل الداري الشاورة وما ديرش بريها، هذا هو الذي حصل. اليوم النقابات تدعو الشغيلة لتعليق الإضراب في الوقت الذي ليست هي التي دعت الإضراب. اليوم كذلك هناك نقاش حول المرسوم 23-119 من خلال الرهان على تعديله في الوقت الذي تم الاتفاق مع التنسيقيات ومع النقابات ليفينو على أن سيكون هناك سحب لهذا المرسوم، يعني هناك تماطل وتسويف. للأسف كذلك هناك ملفات كثيرة فئوية لم يتم حلها بين من عمر لعقدين من الزمان، وسخرية القدر أن هناك أساتذة درسوني أنا شخصيا، اليوم أنا أخرج معهم في أشكال نضالية، هناك أساتذة ملفاتهم مطروحة ربما قبل أن أجي أنا الحياة، قبل ما تزاد أنا كاينة الملفات ديالهم مطروحة. اليوم كذلك هذه الملفات هذه تحتاج حلا نهائيا، لا نريد أن نخرج بضحايا جدد، نريد أن نسترجع السلم الاجتماعي في المدرسة العمومية في المدرسة المغربية، لأن الطريقة التي يتم التعامل بها مع الملفات ديال الشغيلة التعليمية هي طريقة تزيد الاحتقان، تؤجج الاحتجاجات. والحل بات واضحا، يجب أن يكون هناك حوار حقيقي لا يستدعي الأمر أكثر من 24 ساعة ليطوى هذا الملف بشكل نهائي. هذا التمطيط ديال الوقت لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان. لهذا نتمنى من الحكومة والوزارة الوصية أن تستمع وتنصت لمطالب الشغيلة التعليمية الحقيقية، لأن الحوار مع النقابات نحن نعيد نفس السيناريو، نفس المسرحية الهزلية التي تخرج اليوم الشغيلة التعليمية عن بكرة أبيها. بالتالي الحكومة مطالبة بالإنصات لما يرفعه الأساتذة والأستاذات من شعارات ومن مطالب، وليس ما تقوله النقابات من رهانة تقنوية فقط لتعديل المرسوم أو لتعديل النظام المآسي. نحن خرجنا منذ البداية من أجل سحب هذا النظام المآسي ومن أجل استرداد كرامتنا التي لا تساوى. دابا لكافة نساء ورجال التعليم تأتي هذه المسيرة الحاشدة اليوم بالآلاف من جميع ربوع المملكة لكي نعبر من خلال هذه المسيرة أول حاجة على أن المحاولات ديال الحكومة والوزارة رفقة نقاباتها من أجل تشتيت وحدة الصف الأستاذية بات بالفشل. هما الآلاف ديال الأساتذة كيخرجوا في مسيرة واحدة تعبيرا منهم على أننا جسد واحد، وبالتالي جميع المحاولات ديالكم ستبوء بالفشل، ولا زلنا صامدين في الميدان حتى تحقيق المطالب ديالنا العادلة والمشروعة. هاد المطالب اللي هي سحب النظام الأساسي، ماشي تغيير الكلمات. احنا راه ماشي قلنا لكم سيروا شدوا البند وغيروا الكلمات، بكلمة فضفاضة قانونيا لها مجموعة من التأويلات، لها مجموعة من التأويلات. كونوا واضحين، راه القانون قانون، القانون التنظيمي كيبقى قانون تنظيمي، تيكون واضح. أول حاجة خصها توفر فيه هو شرط الوضوح، وبالتالي هاد الناس راه كيغيروا فقط الكلمات، ما جمدوا نظام أساسي ما سحبوه. باقي لحد الآن قاموا بعملية التهريب ديال النظام الأساسي رفقة النقابات، نقابات تعليمية، نقابات الخزي والعار، هربوا هذا النظام الأساسي من أجل تغيير بعض الكلمات وبعض الفقرات، لكن روح هذا النظام الأساسي لازالت قائمة. ملي كنتحدث على الروح ديال النظام الاساسي انا اتحدث عن بندين، البند 404 من قانون الوظيفه العموميه لا زال قائما، والقانون 07 لا زال قائما. هاد الجوج هما اللذان يكرسان الوظيفه بالعقده والهشاشه بالعقده.
علاش الاصرار ديال 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 التوظيف بالتعاقد؟ ماشي غير في قطاع التعليم، مازال جايين قطاعات اخرى غيخضعوا لهذا النظام ديال التعاقد. علاش؟ انصياعا من حكومتنا المبجله لتوصيات البنك الدولي، وبالتالي احنا اصبحنا رهناء، اقولها بكل حسره وبكل اسف، ولينا رهناء عند مؤسسات بنكيه دوليه وبلادنا عامره بالخيرات. الاستاذ رغم الاقتطاعات كيف ما كان عايش في حال وفي حال كافه اولاد الشعب اللي من الطبقه المتوسطه الفقيره مازال غيتقاتل على حقه واخا ديولو داك الصالير كامل. وهنا اريد ان اسجل شيئا مهما جدا، هاد الناس اللي كيعتبروا راسهم مسؤولين لاحظوا الكذب والبهتان، كجمعوا مع التنسيقيه نهار 10 قالوا لهم اسيدي حنا نلتزم بتوقيف الاقتطاعات. نتفاجأ نهار 15 بمذكرة تصدر بالوزارة تأمر بنفيذ الأمر ديال الاقتطاعات في حق الأجور ديال الأساتذة والأستاذات. وبالتالي هذا التناقض علاش؟ هذا الكذب على الرأي العام علاش؟ هذه الخرجات البهلوانية في الإعلام علاش؟ ما رأيكم بأن الأستاذ محمد غفير سعيد أن نقدر نضربه؟ الرسالة التي حاول أن يوجهها رئيس الحكومة من خلال قبة البرلمان أن الأستاذ يرهن تلاميذ، هذا تصريح غير مسؤول، هذا تصريح أرى فيه صريحا غير مسؤول، يحاول من خلاله أن يحضر تحريض ضد الأستاذ. هذا تحريض ضد الأستاذ وضد رجال ونساء التعليم اللي رهن 7 ملايين ديال التلاميذ ورهن الأسر المغربية. راه هي الحكومة اللي صوتنا عليها في الانتخابات، وهي وزارة التربية ولا المواطنة هي التي رهنت 7 مليون ديال التلميذ. علاش؟ لسبب بسيط، نظام أساسي نزلوه حتى داز الشهر ديال القراية، ماك ما خرجتيش شهر 8، خرجوا في شهر 8 وخرجوا نحتجوا في العطلة ونبينوا لك حسن النية، باش ما تتهمونش تقول لنا كتضيعوا لنا الوقت ديال التلامذ ولا كتضيعوا لنا الزمن المدرسي ديال التلامذ. علاش خليتوا حتى داز الشهر؟ وبالتالي هذه مؤامرة واضحة المعالم، خطة استراتيجية واضحة المعالم من اجل احباط الاسره التعليميه، واللي جاي اخطر من ذلك هو قانون الاضراب. هاد الناس كيراهنوا على تشتيت الصف ديال الاساتذه والعياء ديالهم، باش من هنا شهر يخرج قانون الاضراب. وبالتالي احنا من خلال هذه المسيره كنوجهوا لكم هاد الرساله، لن نستكين وسنظل صامدين، وان خرجتوا بقانون اضراب يحاول اكمام الافواه وقانون اضراب يحرمنا من حقنا الدستوري المشروع في ممارسه حقنا الاحتجاجي بشكل سلمي، غنوضوا ثاني وغناضلوا ضد اي حاجه غير دستوريه واي حاجه تحاولون من خلالها انكم تكملوا الافواه ديال رجال ونساء التعليم وديال عموم الطبقه الشغيله في المغرب.